بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات، طلاب الصف الخامس الابتدائي، فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة. دعونا ننظر طلابي وطالباتي إلى موضوع الدرس. الظاهرة الإملائية رسم الهمزة الممدودة في أول الكلمة ووسطها اثنان. إذا تعرفنا سابقا عليها، دعونا نسترجع معا ما تعرفنا عليه ونكمل. إذا درسي رسم الهمزة الممدودة في أول الكلمة ووسطها. أهداف درس اليوم، سنقول أن يرسم الطالب الهمزة الممدودة في أول الكلمة ووسطها ماذا؟ أحسنتم، رسما صحيحا. أن يلفظ الطالب صوت الهمزة الممدودة في أول الكلمة ووسطها نقول لفظا صحيحا. إذا ننتقل معا حتى نسترجع بعض الجمل التي قرأناها معا. دعونا نقرأ الجمل معا ونقوم باسترجاع الجمل. تبذل وزارة الصحة جهدا لتحقيق مآربها، إذا لاحظوا الكلمة الملونة. المنشآت الصناعية كثيرة في بلادنا، إذا المنشآت. مشروع الرياض الخضراء آخذ حقه من الاهتمام في المملكة العربية السعودية، إذا الكلمة هنا آخذ. أحسنتي، أحسنتم. إذا ننتقل معا، قمنا بإعادة الكلمات. هنا ماذا جاء بعد الهمزة؟ إذا قلنا الهمزة سيأتي بعدها، أحسنتم، ممتاز. قلنا أتى بعد هذه الهمزة ماذا؟ ألفا. كم عدد الحروف التي تتكون منها هنا؟ إذا تعرفنا سابقا على الهمزة الممدودة، كم عدد حروفها؟ أحسنتم، ممتاز. قلنا عدد الحروف التي تتكون منها المد كان ماذا؟ حرفان. ما الحرفان اللذان تتكون منه الهمزة؟ إذا قلنا الهمزة الممدودة عبارة عن حرفان، هما؟ أحسنتم، ممتاز. قلنا الهمزة وماذا؟ والألف. أيضا كيف كتبت برأيكم عندما أتت الهمزة مع الألف؟ أحسنتم، قلنا رسمت بهذه الصورة. ما الهمزة الممدودة؟ إذا حتى نستكمل معا أنا وأنتم في حل التمارين، ما الهمزة الممدودة؟ أحسنتم، قلنا الهمزة الممدودة هي عبارة عن همزة مفتوحة على الألف جاء بعدها همزة ساكنة أو ألف، وقلنا تكون في أول الكلمة أو وسطها. أيضا قمنا بتصنيف الكلمات، كانت في جملي مآرب والمنشآت وآخذ. إذا نلاحظ أن آخذ في أول الكلمة، أما مآرب والمنشآت كانت ماذا؟ في وسط الكلمة. إذا نستنتج معا، الهمزة الممدودة هي همزة بعدها ألف. أيضا نقول ماذا؟ تكتب الهمزة الممدودة هكذا. إذا لاحظوا معي كيف ستكتب الهمزة الممدودة، نقول هكذا بهذه الصورة. أيضا تأتي الهمزة الممدودة في أول ماذا؟ الكلمة وفي وسطها. إذا هذا ما استنتجناه معا أنا وأنتم. أيضا نقول تكتب الهمزة الممدودة هكذا متى؟ في حالتين، إذا جاء بعد الهمزة المفتوحة على الألف همزة ساكنة في أول الكلمة، الحالة الثانية إذا جاء بعد الهمزة المفتوحة على الألف ألف في أول الكلمة أو وسطها. إذن هنا استنتجنا كيف تكتب هذه الهمزة، وقلنا تكتب متى؟ في الحالتين. هنا أجيب، أجيب عن الأسئلة الآتية بكلمات فيها همزة
ممدودة. إذا نلاحظ ماذا؟ أننا سنجيب ونحتاج ماذا أن تحتوي هذه الكلمات على همزة ممدودة. إذا نتوقف طلابي وطالباتي حتى تحاولوا الإجابة، ثم سأقوم باستعراض الإجابة معكم. إذن نعود معا طلابي وطالباتي للإجابة عن الأسئلة، وقلنا إجابتي ستحوي ماذا؟ أحسنتم، كلمات فيها همزة ممدودة. ما اسم الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما هو اسم الكتاب؟ أحسنتم، ممتاز، نقول ماذا؟ القرآن الكريم، ممتاز. ما اسم أبي البشر؟ لاحظوا معي، اسم أبي البشر، إذن همزة ممدودة. أحسنتم، ممتاز، نقول آدم عليه السلام. ما اسم الشيء الذي تنظر فيه فتشاهد صورتك؟ إذن ما اسم الشيء الذي ننظر فيه فنشاهد صورتنا؟ أحسنتم، ممتاز، نقول ماذا؟ المرآة. إذن لاحظوا معي، القرآن، نقول هنا الهمزة أتت ماذا؟ القرآن. أحسنتم، إذن هنا همزة في وسط ماذا؟ الكلمة. آدم عليه السلام، أحسنتم، ممتاز، آدم عليه السلام في أول ماذا؟ الكلمة. المرآة، أحسنتم، نلاحظ أنها أين؟ في وسط ماذا؟ الكلمة. أيضا نستكمل الإجابة عن الأسئلة، هنا نلاحظ لدينا ما ضد الدنيا. ما اسم الأبنية التي ينطلق منها الأذان؟ إذا سريعا في دقيقة واحدة نجيب عن هذه الأسئلة بكلمات ماذا تحوي همزة ممدودة.
إذن هل أجبنا طلابي وطالباتي عن الأسئلة بكلمات تحوي الهمزة الممدودة؟ إذن دعونا نجيب معا. ما ضد الدنيا؟ إذن أحتاج ضد الدنيا. أحسنتم، ممتاز. نقول ماذا؟ الآخرة. ممتاز. إذن لاحظوا معي هنا همزة ماذا؟ ممدودة. ما اسم الأبنية التي ينطلق منها الأذان؟ إذن أحتاج اسم الأبنية التي ينطلق منها الأذان. أحسنتم، ممتاز. نقول ماذا؟ المآذن. إذن لاحظوا معي هنا الهمزة الممدودة. إذن هنا أنا وأنتم أجبنا عن الأسئلة، وكانت إجابتي تحتوي على ماذا؟ كلمة تحوي همزة ممدودة، إما في أولها أو في وسط هذه الكلمة. ننتقل معا. أصحح كتابة ما يأتي بوضع الهمزة الممدودة. إذن لاحظوا هنا معي الكلمة مآثر. أريد أن أقوم بتصحيح هذه الكلمة. تذكروا معي أن الهمزة الممدودة قلنا أنها مكونة من ماذا؟ من حرفين. إذن أولا لاحظوا معي هنا حروف الكلمة. إذن مآثر، عندما أقوم بجمع الحرفين سنقول، أحسنتم، ممتاز. إذن ستكتب بهذه الصورة. إذن مآثر، إذن الهمزة ماذا؟ في وسط ماذا؟ الكلمة. أيضا لدي كلمة أخرى، لاحظوا معي آفاق. إذن لاحظوا هنا حروف الكلمة. عندما أقوم هنا بكتابة هذه الهمزة الممدودة المكونة من حرفين سنقول، أحسنتم، إذن سترسم بهذه الصورة آفاق. أيضا لدينا هنا الكلمة، بنقوم بكتابة حروفها. ما رأيكم؟ مل آن. أحسنتم، إذن لاحظوا هنا لدينا الهمزة الممدودة، كيف سترسم هذه الهمزة؟ ممتاز. إذا قلت لكم طلابي وطالبات، الهمزة في وسط الكلمة، أين كانت؟ أحسنتم، كأن نقول كلمة مآثر، وفي في أول الكلمة؟ أحسنتم، مثل كلمة ماذا؟ أيضا حاولوا طلابي وطالباتي كتابة هذه الكلمات في دقيقة واحدة، وقوموا بتطبيق ما قمت به، ثم سأستعرض معكم الإجابة. إذن نبدأ معا أنا وأنتم أولا في كتابة حروف الكلمة. الهمزة هنا الممدودة، أحسنتم، عبارة عن الهمزة وماذا؟ والألف. كيف ستكتب؟ أحسنتم، نقول آمنة. إذن في أول الكلمة. أيضا نقوم بتفكيك الكلمة الأخرى، فأين الهمزة الممدودة؟ أحسنتم، فنقول هنا كيف ستكتب؟
آبار. إذا لاحظوا معي هنا الهمزة كانت أين؟ في أول ماذا؟ الكلمة. أيضا لدينا عدة كلمات، آحاد، آجار. إذا نبدأ أولا في تفكيك الكلمات. إذا لاحظوا معي آحاد، إذا أين الهمزة الممدودة؟ أحسنتم، قلنا عبارة عن حرفين فنقوم برسمها. أحسنتم، آحاد. أيضا نقوم بتفكيك حروف الكلمة التي تليها، كيف ستكتب هذه الهمزة؟ أحسنتم، نقول ماذا؟ آجال. إذا لاحظوا هنا الهمزة في أول الكلمة. أيضا لاحظوا هنا الهمزة ستكون أين؟ شط آن، شط آن. أحسنتم، إذا هنا الهمزة أين؟ في وسط ماذا؟ الكلمة. إذا سنكتبها في وسط الكلمة. إذا لاحظوا هنا قمنا بكتابة الكلمات بهمزة ممدودة إما في وسطها أو أين؟ في أول الكلمة، وقلنا أنها كانت مكونة من ماذا؟ أحسنتم، من حرفين، إما الهمزة ثم ماذا؟ الألف. إذا ننتقل أخيرا ونقول ماذا تعلمنا اليوم؟ رسمنا الهمزة معا رسما صحيحا، إذا الهمزة الممدودة في أول الكلمة ووسطها. أيضا قمنا بلفظ صوت الهمزة الممدودة في أول الكلمة ووسطها لفظا صحيحا. إذا طلابي وطالباتي، نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة. أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي، وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة، وإلى اللقاء.